طيب طالما حكينا عن الحروف المقطعه خلينا نتكلم عن الحروف المقطعه ونذكر كل ما فيها من مدود. طبعا اخواني معروف لدينا ان الله عز وجل ابتدأ 29 سوره في القران العظيم بحروف مقطعه الله اعلم بمراده منها حظنا منها واحد الايمان انها كلام الله. اثنين ان نقراها كما نقلت لنا ولنا على كل حرف حسنه والحسنه بعشر امثالها كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث اما اني لا اقول الف لام ميم حرف ولكن كذا وكذا وكذا هذا حظنا منها ولو بعد انا واياكم من الان الى ان ينفخ اسرافيل في الصور نعمل اذهاننا ما معنى هذه الحروف لن نصل الى شيء فلا احد يتعب حاله عرفنا كيف؟ هذه كلام الله ما بلغنا أن رسول الله شرحها وما بلغنا أن الصحابة سألوا رسول الله عنها يعني أبعد شيء, شيء وجدناه في الكتب ما يروى عن ابن عباس أن طه بمعنى يا رجل هذا أبعد شيء طيب طه بمعنى يا رجل وألف لام ميم وحاميم وحامي معين سين قاف ولا نصل إلى شيء منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر فأما الذين في قلوبهم زيغون نسأل الله العافية لنا ولكم فيتبعون ابتغاء أيوة وابتغاء وما يعلموا خلاص الراسخون في العلم شو بيعملوا آمنا به كل من عند ربنا من كل يعني المحكم والمتشابه كل من عند ربنا بس آمنا به مو كل شيء ربي اطلعنا على حكمته لكن نحن نؤمن ان هذا كلام الله والله اعلم بمراده من كلامه انتبهنا يا اخواني فيعني بتتذكروا من فتره قريبه احد الشباب الله يهديه ويصلحه يعني قاعد يدور باللغات الساميه والاراميه وما بعرف ايش وطلع علينا بكلام عجيب اغلبه جايبه من مواقع عبريه يعني مواقع ترجمه عبريه وقال انا هذا اسهل علي وكذا ومدري ايش وللاسف الشديد نحن في عصر والله ما ادري يعني كيف الناس يعني ياخذون بكلام بالله عليكم هذا السمت اللي اكيد اغلبكم شاف هذا الفيديو اكيد يعني هذا الشاب اللي طلع علينا ولابس هاي الكاسكيت ونصحك اوكي هذا يؤخذ عنه العلماء اي علم هذا بل في الاحاديث ان هذا من علامات الساعه أن يؤخذ العلم عن الأصاغر ومن أعجب العجيب أن الناس يضجون يعني هذا لما الأخونا الله يهديه ويصلحه طلع بهالكلام يا لطيف يمكن أنا أجاني خمسين مرة ما رأيكم في هذا ما لبتلاقي سبحان الله الناس صاير فيهم خفة يعني وكذا وبتلاقي أقل شيء بيهزهم يعني يا أخواننا مالكم هذا كلام الله هذا إنسان عالم مو عالم عم ياخذ الكلم الحرف يروح يدور عليه بالعبري ويدور عليه بالسورياني بعدين كل ما شاف ادنى تشابه بيقول لك ايوه هذه ماخوذه من السورياني لك كيف ماخوذه من السورياني؟ يا ولدي انت عرفان شو عن السورياني؟ السورياني؟ السورياني والارامي والكلداني والحبشي والعربي والعبري كلها لغات تنحدر من ام واحده اسمها اللغه الساميه يعني أنا لما بشوف تشابه بين كلمة في المغربي وكلمة في المصري بقول اللهجة المغربية بأخذها من اللهجة المصرية إيش الكلام وإنما المغربية والمصرية تعودان إلى أم واحدة شو اسمها اللغة العربية الفصحى لغة العرب لكن إذا شفت تشابه بين السورياني والعربي في كلمة بتدعي بأن العربية هذه مأخوذة من السورياني واللي ما بيعرف معناها بالسورياني لن يفهم معناها في القرآن، يعني أربعة عشر قرن الأمة كلها ما بتفهم لحتى جيت أخونا أنت بالله لابس لي هي ونصحك بالانجليزي ها قال سألت أنه شو معناها قالوا لي لا هذه بدك تاخذها هيك وات هيك بيقولوا بيحكي بالانجليزي وهو ابن عرب ها وات وات من هذا يؤخذ الدين لا إله إلا الله دينك دينك لحمك ودمك خذوا عن الذين استقاموا ولا تخذوا عن الذين قالوا الفقه يؤخذ من مين يا أخواني من الفقهاء والحديث من مين من المحدثين والقرآن من مين من علماء القرآن والنحو من مين من علماء النحو كل علم كما قال الإمام مالك كل علم يسأل عنه أهله فهل هذا الشاب اللي طلع بالفيديو من أهله أدنى تشابه بتشوفه بتقول إذا العربية مأخوذة من كذا لا إله إلا الله فيعني والله شيء مؤسف يعني أنا أتأسف لما أجد خفة في بعض بني قومنا يعني أي شيء بهزهم وجدوا كم صفحة ببرمنغهام ببريطانيا كله خاف وكله ارتعب ايش مرعوبين القرآن ثابت وانتهى نحن أمة الإسلام انتهينا من توثيق كلام ربنا من العصور الأولى يطلع اللي بده يطلع اللي بيطلع واحد من اثنين يا موافق لما عندنا اهلا وسهلا يا مخالف فالحق ما عندنا انتهى مو كل ما بكره اكتشفوا لهم كم صفحه محطوطين بسقف شي جامع ولا ما بعرف وين اه وفتحوها والمستشرقين بقى وجدوا ايش وجدوا ماده وجدوا ماده يطعنوا فيها بيقول لك يعني وهذه الصحف يعني بتعرفوا اخر اختراع شو قالوا عن هاي صحف بيرمنغهام انه الورق يعود الى قبل سيدنا محمد بشوي شوف الخبز انه تحليل الكربوني للورق يعود. شو قصدهم انه هذا القران من قبل سيدنا محمد لا اله الا الله شوف شوف الخبز اولا ما نحن ما حللنا الكربون تبع الورق أنتم اللي عم تقولوا شو بيعرفني انه كلامكم صح طب الامر الثاني افرض جدلا ان هذا الورق من قبل العهد النبوي ب 20 ب 30 ب 50 سنه الورق لكن الكتابه بعد ما في انتم عندكم بالبيوت يا اخواننا دفاتر اشتريتوها من 10 سنين ولا من 20 سنه والان عم تكتبوا عليها فممكن يكون الورق اقدم من الكتابه مزبوط لما لا ايش الكلام هذا كل ما بكره واحد له صفحتين ولا ثلاثه ولا عشرة ولا مصحف متحوش بسقف الجامع بده يقعد يعملنا يخض الامه ويرعبهم و... يعني نحن امه الاسلام وصلنا كتاب ربنا بتوثيق ما بعده توثيق والله لا نقول هذا خطابه ولا نقول هذا عصبيه ولا نقول هذا بدون دليل يعني ما انا ما اعرف نصا لقي من العنايه والضبط وما يسمى التواتر أنو تواتر هذا التواتر المبالغ به يعني التواتر درجات في له الحد الادنى القران تجاوز الحد الاعلى الادنى بمراحل ومراحل ومراحل ما بيستطيع احد في كتاب الله عز وجل يغير حرف يا اخواننا الأمة وجدت في في الصحف القديمة المكتوبة بين يدي رسول الله ألفا في كلمتي لشيء ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا وكتبوا صار لهم بيكتبوها 15 قرن ولا في قارئ من القراء بيقراها كل القراء شو بيقولوا لشيء لكن بيكتبوها ولا ما بيكتبوها بيكتبوها ليه هيك هيك وجدنا سمعنا واطعنا ذلك الكتاب لا ريب فيه وانه لكتاب عزيز والعزيز في لغه العرب هو الذي في منع لا يوصل اليه بايذاء يقولون فلان عزيز في قومه يعني هو في منعة عليه حراسة لا يوصل إليه بإيذاء فرب جل جلاله وصف القرآن بأنه كتاب وهالكتاب شبه عزيز لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من مين من حكيم والحكيم في لغة العرب هو الذي يضع الشيء في محله الحكمة وضع الشيء في محله حكيم لشيء لازم بين الشين والياء يكون في ألف لسر الله اعلم به بأيدٍ لازم تنكتب بيائين مع ان القراء كلهم شو بيقرأوها؟ بياء واحده ولا حدا من القراء قرأ بياءين ابدا والسماء بنيناها بإيه؟ بأيدٍ السماوات محذوفه الالفين اللي بين السين والميم عفوا بين الميم والواو وبين الواو والتاء محذوفه الالفين في كل كل إلا في سورة فصلات الأولى محذوفة فقضاهن سبع سماء وات بس هذه الكلمة الوحيدة وات مكتوبة فيها إيه الألف طويلة ليه ما بعرف أنا ما بعرف ولا أنتم ولو نقعد مئة سنة نفكر ما حنعرف هذا الكتاب هكذا وصلنا سمعنا وأطعنا كلام الله ذلك الكتاب لا ريب فيه فمو ما بكره طلع واحد وجد شو بعرفني مين كاتبه هذا الصحف هي شو بعرفنا مين كاتبها كاتبها جاهل عالم واحد من راسه عم يكتب كما تعلمون العرب كانوا يعتمدون على الذاكرة نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب في الحديث الشريف لا نكتب فالعرب كان اعتمادهم على الذاكرة بعدين ظهر في التاريخ الإسلامي شيء اسمه عصر التدوين قبل التدوين كان اعتمادهم على ايه على الذاكره فالذاكره قد تخون صاحبها شو بيعرفني اللي كاتب هذا كاتبها من راسه ممكن يكون سهى عن كلمه قال زيد بن ثابت رضي الله عنه كنت اكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا فرغت قال اقراه علي فاقراه فان كان فيه سقط اقامه ثم اخرج به الى الناس شوفوا التوثيق، هذا الحديث مر معنا بالنصف الأول من التجويد المصور لما تكلمنا عن القرآن الكريم. ذهب هذا الحديث ذهب. أعيده. قال سيدنا زيد بن ثابت وهو من تعلمون، زيد بن ثابت صاحب رسول الله كتب القرآن ثلاث مرات. مرة بين يدي رسول الله، ومرة بأمر من أبي بكر، ومرة بعهد مين؟ عثمان. رجل محوري في كتابة المصحف الشريف. وحضر يعني على علم بالعرضه الاخيره التي عرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبريل عليه السلام. شو قال؟ كنت اكتب الوحي لرسول الله، فاذا فرغت شو قال؟ شوف التوثيق النبوي. بلغ ما انزل اليك من ربك، اقراه علي. فاقراه، فان كان فيه سقط يعني وانا عم بكتب سهيت عن كلمه، فان كان فيه سقط اقامه، يعني صححه لي رسول الله. ثم اخرج به الى الناس. توثيق ما بعده توثيق. فالنبي عليه الصلاه والسلام كان يبلغ الامه القران منطوقا اصوات ويبلغهم اياه مكتوبا. وهذا يدعم هذا وهذا يدعم هذا. المنطوق يدعم المكتوب والمكتوب يعني المنطوق يبين كيف يقرا المكتوب والمكتوب يحفظ المنطوق من ما يسمى بالتصحيف السمعي. في شيء اسمه التصحيف السمعي ايها الاخوان، يعني يكون متكلم يتكلم مثلي انا الان والسامعون ممكن بعضهم يقولوا الكلمه الفلانيه كيف قالها؟ قالها كذا ولا قالها. هذا اسمه تصحيف سمعي. فما الذي يحمي النص القراني من التصحيف السمعي؟ الكتابه. لما اختلفوا وتكون الجبال كالصوف المنفوش ولا كالعهن المنفوش عفوا استغفر الله هذه الايه. واتموا الحج والعمره للبيت. او اتم الحج والعمرة لله في اذربيجان فتوحات ايام حذيفه بن اليمان، واحد شو يقول؟ واتم الحج والعمرة للبيت، والثاني شو يقول له؟ لا مو صحيح، واتم الحج والعمرة لله، قراءتي اصح من قراءتك، لا قراءتي اصح من مثل العاده يعني الناس بيحبوا ها؟ فمين سمع هالحوار؟ سيدنا حذيفه بن اليمان رضي الله عنه اللي كان دائما يحب عنده نظر استشرافي رضي الله عنه كان يقول عن نفسه كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة الوقوع فيه شوف دائما عنده إيه فلذلك لما سمع هيك وكان معهم بأرمينيا وأذربيجان يقال أذربيجان يقال أذربيجان كده وكده ترك ورجع على طول لوين على المدينة المنورة قال له لسيدنا عثمان أدرك هذه الأمة طيب لما سمع سيدنا عثمان من الحذيفة ماذا فعل؟ أرسل إلى السيدة حفصة بنت عمر أم المؤمنين رضي الله عنها أرسلي إلينا الصحف أنه صحف البكرية الصديقية أرسلي إلينا الصحف ننسخها ثم نعيدها إليك وهذه الصحف البكرية الصديقية من فين مكتوبة من القطع النبوية من كتبها زيد بن ثابت ملاحظين صار عندنا المرحلة الأولى القطع النبوية المرحلة الثانية الصحف الصديقية البكرية المنقولة من القطع النبوية المرحلة الثالثة المصاحف العثمانية المنسوخة من الصحف البكرية الصديقية كل منسوخ من بعضه على الكتبة الأولى هي الكتبة الأولى اللي تكلم عنها سيدنا مالك بن أنس لما سئل هل يكتب القرآن على ما أحدثه الناس من الإملاء أو من الهجاء فقال لا إلا على الكتبة الأولى من الكتبة الأولى يعني؟ إمتى كتب القرآن أول مرة بين يدي رسول الله فور نزوله كان كلما نزل مقطع يدعو صلى الله عليه وسلم من حضره من الكتبة فيكتبون أمامه ولو في خطأ الوحي كان ما زال يتنزل إلى الأرض فينبه ولو تقول علينا بعض الأقاويل أخذنا منه باليمين يمين مين؟ يمين الكاتب ثم لقطعنا منه يعني القرآن محمي كلام الله يا أخواننا كلام الله فهذا القرآن انتهينا نحن أمة الإسلام منه إن شاء الله يطلع مئة صفحة ومئتين وبي... واحد من أمرين إما موافق لما عندنا أهلا وسهلا ويزداد الذين آمنوا إيمان وإما مخالف فالحق ما عندنا وانتهى الموضوع مو كل بكرة ما طلع شيء بتلاقي هيك الأمة بينخضوا ويا لطيف وكذا والمستشرقين بيعدوا بيه. معروف المستشرقين يعني عملهم دائما التشكيك وعملهم ال... يتصيدون في هذه الامور لمن يوقعوا ضعاف النفوس فانتم اساتذه بارك الله فيكم انتبهوا لهذا ونبهوا طلابكم على انه مو اي انسان يؤخذ عنه وبالنسبه لنا نحن القران منتهي واي صفحه بتطلع ان وافقت ما عندنا فهي حق وان خالفت فالحق ما عندنا لي مو لانه نحن منهجنا انتهى فسيدنا عثمان واحد عم يقول وأتم الحجة والعمرة للبيت وواحد عم يقول وأتم الحجة والعمرة لله شوفوا لنا إياها شلون مكتوبة لذلك قال أرسل إلينا الصحف شو مكتوب وأتم الحجة والعمرة لله إذا لا بقى حدا يقول للبيت انتبهنا كيف فردهم إلى إلى المكتوب ردهم إلى المكتوب كما قلت لكم المكتوب الذي بالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ الامه القران مكتوبا ومنطوقا فالمكتوب يحمي المكتوب يحمي المنطوق من الانحراف او او الاعتماد على الذاكره كم وكم انتم بتكون تعرفوا الفرق بين القران وغيره شوفوا الشعر الجاهلي كيف يروى اللي منكم له علاقه باللغه شوفوا الشعر الجاهلي بتلاقي البيت الواحد مروي بست سبع روايات وبينها اختلاف شو السبب؟ الاعتماد على الذاكره بينما القرآن مدون من فور نزوله بيجي واحد يقول كالصوفي المنفوش بنقول له, له هذا سمح به في العهد الأول لكن بعدين منع في العهد الأول سمح به بس لبين ما يتألف القرآن بعدين ما بقي إلا المكتوب شو مكتوب لا عاد حدا يقول كالصوفي المنفوش ممنوع وكان أمامهم ملك لا وكان وراءهم ملك يأخذ كل ما في أمامهم انتبهنا كيف